دري كان عادي تيلعب متى ما عمرو تودر ما عمرو خرج من الشارع لشي بلاصه بعيده ولا قلبت عليه ولا يمشي المدرسه راسو جا المدرسه عقريبه للدار يخرج يمشي للدار يدير شكيره وليدي على ظهره ولا يجرها يمشي المدرسه راسو يخرج يجي راسو ديما ما عمرني تنقول انا ولدي راه غادي يتودر ولا غادي يمشي شي بلاصه يجي من المدرسه يخرج يلعب ديما تلعب ما عمرني تنسحب انا وغادي داير في بالي غادي يشفروا شي حد ونحدي معاه ولا اللي غادي يكتب المكتوب غادي يمشي لي ولدي ما عمرني مشيت للمدرسه لجدو هذاك النهار جاني واحد الحماس بحال خاطري فرفرت ليا مدرسة قريبة خاطري فرفرات لي على داك الولد قلت غير نمشي نجيب عمران نجيب عمران من المدرسة وانا ما عمرني مشيت عمرني جيتو هذاك النهار مشيت للمدرسة دريري تيخرجوا خليت الحانوت خاوي مشيت طليت في الزنقة نتسنى عمران يبدا يجي معن نقول زعما ولقى نجيب وجاب لقى الله واحد معزم من عند الله شي فرخ فتفت لي في قلبي تنتسنى ما خر ما جاوش دريت خرجوا وباقي ما خرجش وصيت مول الحانوت مقابل معنا قلت له ساعه لا رد معاك البال ساعه اللي طليت بحال الباب ديال المدرسه شافني قلت له عمران وليدي اجي طار وجا عندي ولدي طار وجا عندي ولدي وعنقني وليدي وبستو وجاي ناس الشكاره وجاي حدايا جبت ولدي الحانوت عندي انا تنبرك في الحانوت تيبرك معايا بزاف في الحانوت ساعات اللي دخلت ولدي قلت فيا الجوع قلت لي انت شعلت البوطه دير البوطه حدايا كلشي شعلت البوطه عمرت لان عمرتي قلت لي فيا الجوع عمي فيا الجوع بغيت ميلفاي عطيت الفلوس مشي جيب ميلفاي قلت لها لازم عمرك سير جيب ميلفاي مشي دري جيب ميلفاي تياكل فيها سير عمر انا بحالك في اتاي عمرت اتاي حطيت الفريمي جا والزيت والخبز بحالك حدايا حليوات وجت لي عيطت عليه جا بردت اتاي عطيتو لي قلت سخون بقيت مسافية بحال هكا تنبرد هو تيدور حدايا بحالك في الحانوت قدامي بردت الكاس ديال اتاي قلت لي عمران كتاي ما دواش معايا درت بحال هكا طليت فوق الكونطوار بحال هكا ما لقيتش ولدي ما لقيتوش ولكن ملي ما لقيتوش خرجت طليت لهاد الجهه ما بان لياش طليت لهاد الجهه في البليص كاع اللي تيلعب ما بان لياش طليت لهاد الجهه والو ما كاينش بحال شي حاجه جات توسوست قلت انا ما يمكنش ولدي فين كنبغي نشرب اتاي وطار فين زاد مشيت نجري قلبت لها الجيمه لقيت قلبت لها الجيمه لقيت قلبت لها الجيمه لقيت والو الدري بحال اما حمامه جات وزاتو اما الارض تحلات وبلعاتو ما لقيتوش رجعت بديت غادي تنجري للكوميسيريا ديك الساعه غادي للكوميسيريا ساعه غادي للكوميسيريا درت يدي في جيوبتي ما لقيتش ما عندي لا بسطام لا فلوس لا والو ما هزيت حتى حاجه حيت انا صافي ملي ضعقت بحال ترفعت بغي نمشي غادي نتعطل البوليس على رجليا ما غنوصلش دغيا غاد نرجع للدار غنتعطل غيضيع عليا الوقت غنطلب شي حد يعتقني يهزني في سبيل الله يوصلني للمقاطعة الكوميسيرية حتى واحد ما غادي يثيق فيا باش يهزني واخا غنقول لي انا تنقلب على ولدي ما غيتيقوش بيا رجعت عاوتاني تنجري حليت هزيت البسطام ديالي خرجت ثاني تنجري مشيت للبوليس
الطاكسي مشيت للبوليس سلمت قالوا لي ما كاينش ما حد الريجا كاين وكاين قال لي احنا بيرمانانس وسالا جات شي حاجه خلينا النمره ديال التليفون ولا جات شي حاجه غنتصلوا بيكم رجعت نجري ليسات فيها كلها وجيراني وجاراتي وعيالات وولاد وعيالات ولادهم الله يجزيهم بخير والله يكثر خيرهم والله يخلف عليهم وعايش الملك عايش الملك زعما راه كاين الانسانيه اللي تهلي تهلي في الجيران راه جيراني راه تمحنوا معايا جيراني راه تعذبوا معايا جيراني راه حزنوا معايا راه خرجوا رجاله وعيالات بركم زناقي راه جرينا ما خلينا كريانات ما خلينا ما خلينا مقاطعات ما خلينا خيريات في ذاك الليل ما خلينا من جرينا بالطاكسيات والبشكليطات بالرجلين ما خليناش في قلبنا والو شويه تجاب ليزن شي دريات بنوت المدرسه وواحد السيده هما اللي قالوا شافوه سمعوا تزاينين دازوا طلعوا على ديك الحفره لقاوه حيدوا عليه الحجر جا داك الدري عرفو جا جاي تيجري جاب الخبار لينا هنا للدار تلاقى مع بنتي غادي ومت الوليد غادي مسكينه تجري تقلب وكاع عيط عليها قال لها جاتي فاطمه من تبا قاسم واش اللي ماشي لك ولدك قالت لي انا اللي ماشي لدي ولدي قال لي راه ولدك ميت راه مدفون قالت لي فين مدفون قال لي مدفون هنا نفل عند القصبه قالت لي خويا شتي ولدي شدات فيا يلا معايا شتي مع داك الدري شيروا مول الطوموبيل طلبوه زوقوا فيه هزم الطوموبيل في سبيل الله داهم دا بنتي ودا السيد رجع عيطوا لي عيطوا لولدي قالوا لي انا راه حنا لقيناه في البلاصه راه لقيناه عيطات بنتي امي العام راه ولدي راه لقيته بالحياه والممات كيفاش غنشوف هاد ولدي كيفاش غنشوفو سعد لي وصلت لبيلاز دخل ولدي دخل بغى يجيب مكرفس شفناه دخلت عندو ما هذا تهدرش ما والو ولدي راه كطلع في قلبي بزاف لي جزاكم بخير وعايش الملك عايش الملك عايش الملك اللي وقف بولد تكلف بولدي وتكلف المصاريف ديالو وتنشكرو سيدنا بزاف بزاف تنشكر سيدنا الحاله ديال عمران دابا كيفاش دايره الحاله ديال عمران كوما ماتوا لي الكلاوي وقفوا لي الكلاوي بجوج الدم جمد لي في الكبده مهرس من الدماغ ولدي مكرفس بزاف ما كان كيعاني حتى شي مرض قبل ما كان تيعاني حتى شي حاجه